بسم الله الرحمن الرحيم. راح نسوي في هذا الفيديو activity 3 2 1. end الاكتيفيتي عنوانها راح يكون configuring rev version 2. طبعا الobjectives مالها configuring rev version 2, verify configurations. بالنسبة حق الrev version 2 هذا نوع من انواع الراوتينج. تعلمنا احنا الستاتيك راوتينج في هذا الفيديو اللي هو الريب, هو دايناميك راوتينج. في انواع كثيرة مو بس الريب فيرجن 2, في ريب فيرجن 1, ريب فيرجن 2, اي جي ار بي, ار بي او اس بي اف. في اكثر من طريقة حق اللي هو دايناميك راوتينج. احنا راح نتعلم في هذا الفيديو اللي هو الريب فيرجن 2 شلون طريقته. راح ندش على الستبز بشكل سريع. طبعا اغلب الستبز نعرفها, مجرد الستبز اللي ما نعرفها راح نسويها. طبعا ستيب 1 بارت 1 ستيب 1 يوز ذا ابروبريت كوماند تو كرييت ديفولت راوت. ديفولت راوت راح يكون نفس طريقة اللي هو الستاتيك راوت. هذا هو الستاتيك راوت. ديفولت راوت ان اي بي راوت 0.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 
0 0 1. هاي بالنسبة حق الديفولت راوت اللي هو بارت A. راح يكون عندنا الباكتس اللي ما يحصل لها ديستنيشن راح يطرشها على الانترنت اللي هو سيريال 001، راح يطرشها مباشرة على الانترنت. ف انتر بروتوكول كونفيجريشن مود طبعا كله في R1، ريب كونفيجريشن مود ندشب عن طريق راوتر ريب انتر، دشينا اللي هو راوتر هني موجود عندنا، يتغير اللي هو المود يتغير، لازم نتأكد ان تغير المود. طبعا عندنا يوز فيرجن 2، فيرجن 2 مباشرة نكتب في 2 او في اي 2 او في تاب بيطلع لنا فيرجن سبيس 2 انتر، انتقل الينا الى فيرجن 2. في عندنا اللي هو اللي بعدها and disable the summarization of networks، نكتب no auto tab بيكملها no auto summary. no auto summary عبارة عن اللي هو في ال rip version 1 او rip version 2 اذا ما كتبنا no auto summary راح يسوي لها summary، بحيث ان ال IP address اذا كان 192.168 اللي هو كلاس سي راح يعطيه سلاش 24، لو كان كلاس اي راح يعطيه سلاش 8، فيسوي له سمرايز بهي الطريقه. فنكتب له نو اوتو سمري اذا كان عندنا سبنتنج في النتورك، اذا كان عندنا سبنتنج نحتاج نكتب له نو اوتو سمري، نحتاج نستخدم فيرجن 2 ريف فيرجن 2، فيرجن 1 ما راح نستفيد منه بشكل كبير، راح يقطع عندنا بعض الاحيان. نروح حق اللي بعدها دي configure rib for the networks that connect to R1. طبعا قلنا في الستاتيك نعرفه بالنتوركس البعيدة عنا او النتورك النتورك البعيدة عنا، لكن في الدايناميك ما نعرفه على النتورك البعيدة، نعرفه على النتورك اللي موصلة وياه. فعندنا 1 2 3 networks موصلة اياه، فنعرف طبعا هذا النتورك ما بنحتاج، عندنا اللي هو ديفولت راوت فيها، عندنا نحتاج هاي النتورك وهاي النتورك نعرفهم. اذا عرفناهم ورحنا للراوتر 2 وسوينا الريب وعرفنا النتوركس اللي موصلة به، ورحنا للراوتر 3 وعرفنا النتوركس، راح يتبادلون بنفسهم اللي هو الراوتينج تيبل مالهم، وراح يعرفون نتوركس اللي موصله بار 1، يعني راوتر 2 بيعرف النتورك اللي موصله بار 1
بيعرف النتورك اللي موصلة بار 3. ار 3 نفس الشيء بيعرف الار اللي موصلة بالار 2 ولا في الار 1. فنكتب اللي هو نتورك. اول نتورك عندنا 192.168.10. طبعا ما في سبنت ماسك مباشرة انتر. نتورك عندنا 2.0. هاي بالنسبة حق تو نتوركس. قلنا الثالثة عندنا ديفولت راوت اليها فما بنحتاج نعرفها. هاي بالنسبة حق راوتر 1. اللي بعدها الخطوة configure the LAN board that contains no routers so that it does not send out any routing information. في هني عندنا اللي هو بي سي، هني عندنا الانترنت، ما نبى يطلع اللي هو الراوتينج تيبل او يطرش الانفورميشن مال الراوتينج تيبل خلال هاي اللينكين. فنكتب له باسيف انترفيس، نحط اللي هو الانترفيس. عندنا انترفيس جيجا 00 جيجا 00. عندنا سيريال ما بنحتاج نسوي له ادفرتايزمنت له الانترنت، فهو بيكون سيريال 001. بالنسبة حق اللي هو سيريال 000 اللي هو موصل بار 2 نحتاج نخليه عادي، ما نكتب له باسيف انترفيس اساس يسوي اكستشينج راوتر 1 يسوي اكستشينج راوتينج تيبل يا راوتر 2. لكن عندنا في اللي هو الانترنت والسويتش الاولي او البي سي الاولي هني ما نحتاج نطرش راوتينج تيبل لانه ما عندنا راوتر اصلا. ادفرتايز ذا ديفولت راوت كونفيجريشن ان ستيب 1 وذ اذر ريب راوترز سيف ذا كونفيجريشن. بالنسبة حق اللي هو ال advertise the default route configured راح سوينا اللي هو علامة استفهام طلع الكوماندز اللي موجودة. اذا ما عرفنا الكوماندز طبعا عندنا الكوماند نضرب علامة استفهام نشوف شنو عندنا المعلومات. عندنا connected EIGRB metric OSPF rib static. طبعا عندنا static علامة استفهام metric for redundant routers. طبعا عندنا static static اللي هو بطرشة مباشرة، ما عندنا static واحد اللي هو default route. بعدين نكتب end اللي هو عندنا save configuration enwr او copy run start. هاي بالنسبة حق راوتر 1. راوتر 2 configure rev version 2 on router 2 نفس الخطوات نفس الشيء اللي سويناهم الخطوات راح نروح عليهم بشكل سريع. راوتر rev v2 no auto summary. طبعا عندنا لما وصل ب 1 2 3 networks network 192.168.20 network عندنا 30 network 40. نسوي باسيف انترفيس. طبعا باسيف انترفيس راح يكون حق اللي هو هاي لان او الانترفيس اللي هو راح يكون جيجا 00 باسيف انترفيس جيجا 00. طبعا هني ما عندنا اي ستاتيك اللي هو ستاتيك راوت فما بنحتاج اللي هو الكوماند اللي سويناه في راوتر 1 اللي هو هذا الكوماند ما بنحتاجه. نواصل configure the interface that contains طبعا سويناها اللي هو passive interface save configuration and
كوبي ران ستارت. طبعا بيسأل على الكونفرميشن. انتر. خلصنا من راوتر 2 راوتر 3 نفس الستيبز راح تكون هي ان عندنا راوتر ريب في 2 نو اوتو سمري. عندنا كم نتورك موصلة بوحدة ثنتين ف نتورك 192.168.40 عندنا 50. طبعا الاختصار حتى لو كان اختصار نفس اللي كتبناها نت ونكتب الاي بي مال نتورك هم راح يقبلها. خلصنا اند دبليو ار. هاي بالنسبة حق ال configuration for router 3. verify configuration view routing table of R1, R2 and R3. dash routing table show IP route. راح نلاحظ 1 2 3 عندنا 3 networks. احنا عرفنا ب 2 networks. طبعا الار حق الرب عندنا ولا هو عندنا الديفولت راوت راوتر 2 سوي show IP route. R عليها star لهي اللي قلنا عنها له default route. عندنا R ثانية و R ثالثة. طبعا في هني عرفنا على 3 networks بس طبعا لطرش الموجودين عندنا 2 networks network والديفولت راوت. الكونكتد اوريدي موجودين دايركتلي كونكتد لهم دلين العاديين دايركتلي كونكتد. راوتر 3 عندنا شو اي بي راوت 1 2 3 4 1 2 3 4 بعدنا 4 networks معروفة عنده. هاي بالنسبة حق اللي هو routing table. view the routing table for R2 and R3. notice that each router has a full listing of all the network and default route. verify the connectivity. so verify حق ال connectivity. successful BC1 إلى BC3 successful BC3 إلى BC2 successful BC إلى server successful. طبعا نسويهم من جديد BC3 الى السيرفر BC2 الى السيرفر BC1 الى السيرفر. طبعا كامل successful. هاي الطريقة مالت الرب. نسوي check result default information ما موجودة عندنا ما حطيناها. passive interface نسيناه في الراوتر 3. طبعا تعرفون سوون الباسيف انترفيس. الباسيف انترفيس هني ما سوينا وقلنا شنو اللي ما سوينا. عندنا ديفولت انفورميشن اوريجينيت طبعا هاي الكومنت مالها
ما بنحتاجه. ان شاء الله تكونوا استفدتون من الفيديو، ان شاء الله تكونوا عرفتون الطريقة مالت الرب. طبعا الستاتيك يكون مور سكيور عن الرب، لكن عندنا اللي هو الباسيف انترفيس تساعدنا ان نخلي اللي هو الرب سكيور ازياد. الستاتيك نستخدمها حق سمول نتوركس اللي ما راح تكبر بشكل كبير، النتوركس الكبيرة صعبة او راح تكبر او تنضاف اليها اجزاء جديدة، راوترات جديدة، سويتشات جديدة، بي سيات جديدة، فتحتاج ان نسوي لها دايناميك اللي هو نفس الريب او او اس بي اف او اي جي ار اي ار بي. طبعا هذا لين دايناميك فبيكون اسهل حق الاستخدام. وما ننسى اللي هو الباسيف انترفيس، باسيف انترفيس حق الاماكن اللي ما فيها راوترات، ما بنحتاج نطرش المعلومات مال الراوتينج تيبل اليها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما كان طويل الفيديو، ونلقاكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله.